ننتقل مشاهدينا إلى فقرة رمضان زمان والخالة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رمضان زمان. رمضان زمان رمضان يزهيك يا خاطر هلبة مش شوية. رمضان زمان نتذكره أكيد العالة ولمة العيلة والشاهي اللي بالكاكاوية، ونتذكروا أمي برداها وبي ببدلتها العربية، ونتذكروا بدلة العيد وقفطان العيد وما ننسوش العيدية، ونتذكروا أكيد المقروض والغريبة والضوقة اللي معبية الصينية. هذه حكاية رمضان زمان. أنا قررت في هالرمضان نبو كنا نديروه سهرية مع بعضنا، ونبو نتذكروا فيه كل الحاجات القليلة اللي كانوا مالينا يغنوا فيها ويقولوا فيها، وفي مثل يعني هالجلسات هذه. بس الحلقة اللي فاتت حكيت لكم على أغاني الرحى، واليوم قررت أني لازم نكمل معاكم بعض الأغاني الرحى اللي كنت نسمع فيها من أمينتي وحفظتها يا سبحان الله. من إحنا صغيرين وكبرنا كان نقولوا على هالهم، يعني فعلا كلها قصائد فيها حزن وفيها غشاش وفيها رتاء وفيها فخر وفيها يعني متنوعة، لكن أغلبيتها يعني متحركة في بوتقة بتاع الحزن. معنى الشيء ديما الحاجة الصادقة أكثر أكثر هي الحاجة اللي زي ما تقولوا العين تبدأ تلمع وقنينة لما تنزل منها الدمعة. إن شاء الله ربي منزلكم دمعة الحبيب، وإن شاء الله ما تنزل غير دموع الفرح. تقول اليوم جونا جوابات من وطنكم يا بعادي، اليوم جونا جوابات من وطنكم يا بعادي، يرففوا كمال علامات اجدد ما هم بيادي. الله الله، غنهم جتهم رسالة من الناس اللي قاعدين بعاد عليهم، فحسوا أنك إن يعني زي العلم يرفرف ترفريف هيك وجديد وما هو فيش بياد، يعني وصل من يد أمينة إلى اليد اللي استقبلاته اللي هو الجواب، فقديش ما فرحوا به ومثلوه زي الإعلام بالضبط. تقول يا كرهبة يا كرهبة يا جديدة ويا أم سمرة بالحدايد، جيبي الغالي علي خير وخودي فلوسها بزايد. تبدأ تبي غير السيارة اللي بتجيبها، يعني تبديها جيبي، تقولها جيبي الغالي علي خير وخودي فلوسك بزايد. تقولها يا كرهبة اللي توني كسر رشاد الحمادة، هديك فيها الغالي مروح وناوي بلاده. الله الله، يعني تبيها يعني تجيبهولها بأي طريقة، حتى لو قصرتي الحدود قصرتي الحواجز، لكن جيبيه سالم غانم. إن شاء الله كل من عنده غاية يروح لسالم غانم. تقول صغير صغير على خشوش الخلية هولة، ما يعرف من السدرة من القندولة، يعني هذا زمان الولادات صغيرين يعني تضيق عليهم الدنيا، في اللي يخش الجيش ويمشي لمناطق بعيدة، وفي اللي يبدأ يعني يمشي بيتعلم يمشي بكان بعيد فيتغربهم صغيرين، فتبدأ يعني حزين عليه، تبدأ ترحي فرحاتها وتبدأ تبكي عليها ذاك الوليد اللي ماشي الصغير. شوفوا الكناية اللي مدريتها يا سبحان الله على عدم كبرى وعدم إدراكها. الصغير قلت لك ما يعرفش ما بين السدرة لم القندول، هل هذه شجرة قندول هل هذه شجرة سدر، فهو ما يعرفش يعني معاش فيه. طبعا طفل في البادية ما يعرفش، رجل في البادية مستحيل حد ما يعرفش في البادية يفرق ما بين السدرة وما بين القندول شجرة القندول، لكن لأنه هو صغير والكناية على صغرة، فهي تقول صغير على خشوش الخلية هولة ما يعرف من السدرة من القندولة، فتحس أنها هي فعلا يعني مغربة بالدنيا وماشية بالدنيا. تقول يا ريت يا ريت خوتي 30 ولاد عمي بزايد، لا ياكلوا لقمة الدين ولا يلبسوا جرد بايد. يا ريت يا ريت خوتي 30 ولاد عمي بزايد، لا ياكلوا لقمة الدين ولا يلبسوا جرد بايد. يا ريتكم يا ريتكم 60 مليون. هذه طبعا اميات اماتنا هم يروحوا فرحه ويغنوا فيها الغنيه هدايا، لكن مازال عندنا طبعا احنا في تراثنا اشياء جميله وقنينه. انا مرات خاف ما تعسفنيش الذاكره، فنضطر اني يعني ان خلي نقول لكم حوايج قنينه قبل ما نبدا في الحلقه، قبل ما نبدا في برنامج التوهي. السنه اللي فاتت سبقت النيني جتني القرعة، عفوا يا ريت يا ريت إن شاء الله تجيكم القرعة وجيني معاكم قرعة الحج، فتجاوزني الحظ وما جتنيش القرعة، فكتبت الكلمات هذه. نقول مالي مالي قسم مالي قسم فيك يا حج وانت قرعة، واني بين هالغنايم نرعى. كبر الله قداركم
بس أنا من شدة الزعلة عليه شد الرحال للحبيب المصطفى، فأكيد يعني جتني الغيظة هذه، فنقول مالي قسم فيك يا حج وانت قرعة، وأنا لا حول لي بين هالغناي منرعى. الناس مشكورين كل دعولي، وميمتي اللي تحسني ما هيش في مرحولي، كتب ربنا وأنا تحت أمره وشرعة. تقول نبي نشد رحيلي للمصطفى قتلني شوق حنيني، تكسروا مجاديفي وأنا مالي حد، حتى المرافق طالبة طلبة. بلغ سلامي يا حبيبي حبيب الله، وأنا هذا حالي مسكين، ماليش فيها الحد، ماليش فيها الحياة، ماليش بخت، وماليش فيها القرعة. يعني أكيد محبة النبي، وتقول مكة أنا نبكي على اللي ما شافنيش، اللي شافني حيبكي بروحها من الشوق لهالمكان، أكيد بنبكي بروحنا، لكن اللي ما شافهاش الله غالب تبكي عليه هي مكة، بتقول يا رب إن شاء الله هالمسلم هذا يجي وربي ما يحرماش، وإن شاء الله ربي ما يحرمكم. فهذه يعني أنا من غير رحى أكيد كنت نرحي على يعني على ماكينة الفالحة، والله على واحدة من الماكينات السريعة الكهربائية، وكنت نقول في الحكاية القنينة. بس تصبرني للا وتقول لي هذا انكتب من المولى غير صبري، هذا انكتب من المولى غير صبري، وين يأذن الله ساهل عليك رفقته ومرحولة. قالت صبري، قلها أنا نصبر، قلت صبري علي الحبيب صبري، ما هو صبر صبري علا، صبري علي الحبيب ما هو صبر صبري علا. غير أنت يأذن الله، غير أنت يأذن الله، نشق سبع بحور وبنوصل له. يعني إن شاء الله ربي ما يحرمكمش، أكيد الفرصة العام هذه فاتت ما عليش، إن شاء الله العام الجاي ربي يكتب لنا ونمشي كلنا رفاقة لزيارة الحبيب المصطفى والحج إن شاء الله. فغنياتنا يعني دائما النساء يعني عاطفياتنا وعن ما وأي حاجة فترتبط بها، ودائما يحبوا يغنوا ويحبوا يهوهوا ويحبوا يعني تبعهم الأشياء، يعني كل الأشياء المؤثرة سواء فرح سواء حزن سواء كذا، فدائما تلقاهم استجابة بتاعتهم يا بغناء يا بمثل يا بحكمة، فما تخلاش حاجة، ما تخلاش يعني موقف إلا لما نقولوا فيه حكاية، إلا لما نقولوا فيه عبرة. حلقة الجاية إن شاء الله هنوعدكم بإنني ندير سيفونية اللي غنوا فيها أمامنا، وحنسمحها لكم. أنا نستأذنكم إنني نودعكم، وعندي أمل إن شاء الله إن شاء الله إني نلتقي بكم في حلقة جاية على موعد جديد. كنت معاكم أنا أم رنيم، في أمان الله.